بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المسجد المبارك، هذه المؤسسة التي أناف الله بها حراسة الدين وحراسة الشريعة، وأن يغفر ويرحم هؤلاء العلماء الذين قاموا بهذا الواجب في خلال التعليم في الأزهر الشريف. هؤلاء العلماء يقول فيهم أمير الشعراء شوقي: واقشع يمينا يقض حق أئمة طلعوا به زبرا ونادوا أبحرا. هؤلاء العلماء حملوا الأزهر على زمورهم ونادوا أبحرا بحار أمواجه العصير، ولكن الله تبارك وتعالى أكرمهم وأنجح مقصد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم اثنين وثلاثة وأربعة، ولكن الجيوش المصرية ظلت الهزائم تلاحقها من جيش أثيوبيا، فجهم أنا والله لا أدري هل أنتم علماء الأزهر ولا ما تقرؤونه ليس هو صحيح البخاري، واحد من اثنين، يا إما أنتم لستم علماء يا إما الكلام اللي تقرؤونه ليس هو صحيح البخاري. فقام إليه أحد هؤلاء قال: يا إسماعيل، مش يا خديوي ولا باشا، يا إسماعيل أنت السبب في هذه الهزائم، أنت السبب. منه؟ قالوا: أنت أدخلت في مصر المحاكم المختلطة، وأدخلت في مصر القوانين الأجنبية، استوردتها بدل قوانين الشريعة، استوردت قانون التجاري، قانون المدني، قانون الجنائي، هذه القوانين كلها ليست من الشريعة. صرحت بفتح البارات خمور، صرحت بكذا، صرحت بكذا، صرحت بكذا، جاب له كل الحاجات التي حدثت في عهد إسماعيل، وكانت مصر لا تعرف هذه الأمور من قبل. كان يرده: ماذا نعمل؟ لقد اختلطنا بالأجانب وتعاملنا مع الأوروبيين، وهؤلاء من تقاليد وأعراف، لابد أن نتعامل معهم بهذه التقاليد وهذه الأعراف. ثم بدأ يعتذر عما قاله للعلماء. هذا هو صوت الأزهر، هذا هو صوت العلماء، هذا هو صوت العلماء، الصوت العالي، لأنه حارس للشريعة، حارس للدين، حارس للشريعة وحارس للدين، حتى لو كان الطرف الآخر هو الحاكم. هو أجل كل ما في الأمر، هيقتل مثلا وهيعرض المحكمة ويحكم، يعني أجل انتهى. لذلك نبلغ من الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المعهد المبارك، وأن يبارك في علمائه، وأن يسيروا على النهج الذي سار عليه أسلافهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. تعودنا في بداية درسنا مع الإمام النووي نأخذ قضية من قضايا
التي فرضت نفسها على هذه البلاد، وكانت أيضا قضية غريبة، قضية غريبة. هذه القضية قضية التأمين على الحياة. التأمين على الحياة قضية حديثة نسبيا، الإسلام لا يعرف حاجة اسمها تأمين على الحياة. الإسلام يعرف المسلم يحسن علاقته بربه فيحفظه الله ويحفظ ذريته من بعده، ده التأمين على الحياة. الإسلام يعرف هذا هو التأمين، حسن علاقتك بالله يحفظك ويحفظ ذريتك من بعدك. لكن كما جاء في كلام إسماعيل باشا أن هذه جاءتنا من أوروبا، وإحنا مغرمين بتقليد هؤلاء، فظهر عندنا هذا التأمين التجاري. حضرتك تشترك وتدفع اشتراك شهري، ثم في النهاية في تعاقد بينك وبين الشركة التي تتعاقد معها، في حالة الوفاة تعطي لورثتك مبلغ محدد، مبلغ كبير. واضح على أن هذا لا يجوز في الشريعة. ليه؟ لأن احنا عندنا في شريعتنا لابد أن يكون هناك أجل معلوم، وأن يكون الثمن معلوم، والثمن والمثمن معلوم، متعاقدين يكون كل حاجة واضحة. لكن أنا أدفع اشتراكات لا نهاية له لغاية ما أموت. طيب يا ترى اللي هدفعه أكثر من المبلغ اللي أخذوه ورثتي، ولا أموت قريبا المبلغ اللي هياخذوه أكثر مما دفعت؟ هذا هو الغرر، بسميه إيه؟ غرر. أخواننا أولادنا اللي درسوا الشريعة يعرفوا أن هذا إيه؟ نوع من الغرر، يعني نوع من الجهالة التي لا تصح بها العقود، التي لا تصح بها العقود. طيب إحنا قلنا أن هذا النظام نظام ليس شرعيا. بعض المشايخ بتوعنا جابوا بعض الشركات بتاعت التأمين، قال والله انتوا اعملوا نظام جديد ممكن يتفادى هذه المآخذ عليكم. ايه النظام الجديد؟ حضرتك تحسب لي الاشتراكات اللي دفعتها كلها، ثم تعطيهاني في نهاية المدة او تعطيها الورثة بتوعي، ومعها فوائدها حسب الفائدة الرسمية اللي بتعطيها البنوك. ده النظام الجديد اللي عدل به الايه؟ النظام تأمين على الحياة. طيب هل هذا النظام صحح العقد؟ هل جعله شرعيا؟ لا، برضو لا. ليه؟ لأن أيضا الاشتراكات مستمرة، هذا هو نوع من الغرر. نمرة اثنين، البنك اللي الشركة بتاخد هذا المبلغ وتدفعه في أحد البنوك اللي تعطي عائد كبير، 15% 18% 17%، وتعطي لصاحب الاشتراكات نسبة لوحدها البنوك، البنوك بتعطي كم؟ 6% 7% 8% أقصى حد يعطيك هو المبلغ بتاعك اللي دفعته، ويعطيك 7% 8% وياخذ الايه؟ الباقي. اذا لا زالت المساله كما هي، تأمين على الحياه لا يجوز. لذلك نقول يعني هو هناك الان بعض الناس الطيبين اقترحوا نظام جديد في التأمين، حاجه اسمها التأمين التعاوني. التأمين الايه؟ التعاوني. ايه التأمين التعاوني؟ ياتي مجموعه من الشركات أو من أصحاب رؤوس الأموال أو الناس الطيبين معهم مبالغ، نعمل جمعية مع بعض، أنت تدفع مثلا 20,000 يدفع 20 و20 و20، ثم من يصاب بكارثة أو يصاب بشيء مالي أو خسارة مالية يحاول أن يعوض من هذه الإيه؟ التجمع المالي، بس عشان نأمن زيادة من النقصان، وأنا أدفع 20,000 أنوي بنية التبرع،
كن عندي نية التبرع، بحيث لو أخذت أكثر من حقي أو أقل لا حرج علي. وإن شاء الله هذا التأمين أرجو يعم البلاد ونتخلص من نظام التأمين التجاري اللي هو يعني عشش في البلاد سنوات طويلة إن شاء الله. الآن نبدأ مع شيخ الأمة الإمام. لا لا، ده نظام لتعويض الناس اللي هم متضررين أو أصابتهم خسارة أو كارثة مالية من هذا التجمع المالي. مع الإمام النووي في رياض الصالحين، الحديث الذي سنوي به عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. هذا حديث متفق عليه، يعني أخرجه الإمام البخاري ومسلم، يعني هو من أصح الأحاديث. إيه الله أعلم يعني؟ يعني صح الله أعلم. لا لا إله إلا الله. يا ابني احنا الأمة تلقت ما جاء عن البخاري ومسلم صلى الله عليه وسلم. بس خلاص يا ابني، خلاص يا ابني الله يكرمك، خلاص بس. طيب خلاص بس، خلاص يا ابني خلاص. يعني إذا كان الحديث المتفق عليه وهو أعلى درجة الصحة نتوقف فيه، ما يعني اللي إيه اللي هنمشي عليه يا ابني؟ حتى لو كان حقيقي ما نشجعش القتل. بس يا اخي يا ابني انتظر اسمع، انتظر اسمع الله يكرمك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الحديث وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قلت هو من أصح الأحاديث، يحكي عن واقعة حصلت في الأمم السابقة وجاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق للعبرة. والعبرة فيها إيه؟ أن الإنسان إذا تاب وأناب وأقبل إلى الله تعالى فإن الله سبحانه وتعالى يتقبله مهما كان قد أتى من الذنوب. هذا الرجل كما سمعتم قاتل 99 نفسا ثم أكمل بها الإيه
المئة بهذا الراهب، ومع ذلك المولى تبارك وتعالى أراد له أن يقبض على الإيه؟ على الخير، أن يقبض في طريقه إلى البلد أو المكان الذي يعبد فيه المولى تبارك وتعالى، حتى لا نقنط. ده هذا الحديث في سبيل إيه؟ الإنسان لا يقنط من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا، وبعدين حضرتك تتعجب من رحمة الله الواسعة، حين في رواية من أحد الصحيحين يقول إن الله تبارك وتعالى ما كانت الموت في منتصف الطريق تماما، وهذا الملك الذي جاء في صورة إنسان يحكم، كيف يحكم وهو في منتصف الطريق؟ أمر المولى تبارك وتعالى الأرض التي إلى قريبة من أو جهة الناس الطيبين تقربي، والأرض التي في جهة الناس أو الناس الأرض السوء اللي هو كان منها تباعدي. إذن أتيحت الفرصة لمين؟ لهذا الملك أن يحكم. نقيس الأرض من هنا هو، ونقيس المسافة من هنا هو، وجد إلى الأرض الطيبة أو الأرض التي يعبد فيها الله أقرب منين؟ من الأرض الأخرى التي يعصى فيها الله. فقبل الله سبحانه وتعالى هذه النفس المذنبة حين تابت وأنابت وأقبلت إلى ربها. ده في دلالة على إيه؟ على بعض النفوس التي أوغلت في المعصية لا تقنط من رحمة الله، أهو مع هذه الذنوب الكبيرة العظيمة، قتل النفس اللي يعني كل نفس تقتل في الأرض على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل في الأرض، من قتل نفسه فكأنما قتل الناس جميعا، أشد من كده هو. ومع ذلك حين تاب وأناب المولى تبارك وتعالى أكرمه وسيرضي الآخرين عنه، سيرضيهم المقتولين. المولى تبارك وتعالى في الآخرة يرضي كل منهم، يعني بما يكون عوضا له عن نفسه التي قتلت في الأرض. حين نذهب إلى رأي العلماء في هذا الجانب، هل من قتل مؤمنا متعمدا سيدخل الجنة؟ يعني له توبة، هذه التوبة تؤدي إلى الجنة؟ كلام اللي احنا مر بينا في الأمة السابقة، فما بال أمتنا، ماذا يكون الحكم فيها؟ القضية عرضت على مين؟ على ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ابن عباس وأمام تلاميذه قال إنه ليس له توبة، وإن الله تبارك وتعالى سيدخله جنة خالدا فيها. ثم تلا هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه إيه؟ جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. طيب بعد شوية يأتي واحد تاني، ابن عباس: هل للقاتل توبة؟
قال ومن يحول بينه وبين التوبة؟ ما دام لا زال على الإيمان فباب التوبة مفتوح. تعجب التلاميذ، أنت قلت لمن جاءك أولا أنه ليس له توبة، ثم تلوت الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إيه؟ غالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ثم قلت للآخر إن له توبة وباب التوبة مفتوح أمامه. قال أما الأول فرأيته يظهر على شكله أنه يريد أن يقتل، فذكرت له المانع الذي يمنعه من ارتكاب جريمته، وهو قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا. وأما الآخر فقد قتل فعلا ثم تاب وأناب وندم، فكيف نقمته من رحمة الله؟ دي الكلام الذي ينبغي على العالم حين يفتي أن يستحضر الشخص الذي يفتيه ويعرف منه ظروف الواقع التي يستفتيه فيها، وتكون فتواه حسب هذا الواقع. احنا عندنا يعني درسنا في الفقه فتاوى نحفظها، لكن لا ينبغي لك ما حفظته في هذه الكتب أن تسقطه على الواقع، لابد أن تكون مدرك لظروف الشخص المستفتي وظروف الفتوى عشان تفتيه حسب إيه؟ ظروفه وحسب الوقائع التي عاشها. هذا هو شأن أهل الفتوى. ولذلك كان لنا إمام كبير ابن فرحون له كتاب اسمه تبصرة الحكام، يقول إن الفتوى من الكتب ضلال مبين. كيف كنت تنقل فتوى بحذافيرها من كتاب وتحكم بها على إنسان؟ لا، المفروض أنك أنت قبل أن تنقل الفتوى هذه تنظر في الظروف المحيطة بالمستفتي، من خلال هذه الظروف تفتيه، وليس تنقل فتوى كما هي لظروف سابقة وتاريخ سابق ثم تفتي بها. هذا هو شأن العلماء المفتين. ولذلك نقول الفتوى أمر خطير، لأنها كلام يعني في كتاب الله، كلام في سنة رسول الله، في شرع الله، ينبغي على المفتي أن يكون على علم بظروف المستفتي قبل أن يقول له الحكم الواقع التي يسأله فيها. طيب، طيب ابن عباس حين قال له ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذه لو احنا حملناها على المقتول، عشان كل انسان يقتل عمدا يعرف أن قاتله سيكون مخلدا في إيه؟ في النار. هذا ترضيه، هذا ترضيه. لكن أهل المقتول يعني إذا كان يعني قد تاب الإنسان وأناب بعد أن قتل عمدا، هل هذه تعفيه عن القصاص؟ لا، لا تفي عن القصص. هذه التوبة عند رب العالمين، لكن في الحياة الميت لابد القتل لابد من قصص ما دام كان القتل ايه؟ عمدا. طيب، وأيضا أولياء المقتول لهم حق. ليه؟ لأنهم هم إن لم يقتص من هذا الشخص القاتل هم هيقوموا ايه؟ بأخذ السعر كما هو حاصل عندنا في الصعيد.
وبعدين الناس الآن لا يأخذ القاتل، قد يكون القاتل شخصية غير موزون لها في العيلة ولا في القبيلة، يبحثوا عن شخص عمود القبيلة، شخص يعني تتطلع إليه الأبصار ويقتلوه بالشخص الذي يعني قتل. إذن في القصاص وسيلة لمنع القتل، ولذلك المولى تبارك وتعالى يقول ولكم في القصاص حياة، لكم في القصاص إيه؟ حياة. ليه؟ لأن لما احنا قتلنا الرجل العظيم في القبيلة الأخرى، القبيلة الأخرى مش هتسكت ما دام قتل عميدهم، هم لازم يقتل واحد عميد الأسرة الأخرى ويستمر الايه سلسلة القتل، تستمر سلسلة القتل. لذلك كان القصاص فيه ايه؟ فيه حياة، لأن شخص بشخص وخلاص. الحديث الثاني بعد هذا حديث كعب بن مالك، صحابي جليل من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخلف عن غزوة تبوك، كانت غزوة شاقة سار الصحابة فيها آلاف الأميال، فمن يعني من تخلف منهم قد تخلف بعذر، وقد بعضهم تخلف بغير عذر، وكان كعب بن مالك تخلف بدون عذر، لكن من خلال أن الحديث طويل في عدة صفحات أنا بلخص الحديث. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عاد إلى المدينة، قال له أنا تخلفت بدون عذر، كان في إمكاني أن أقول عذر للآخرين وأرضيك عني الآن، لكني أخشى أن الله يسخطك علي مستقبلا، فأنا تخلفت بدون عذر وكنت قادرا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هو من معه اثنين تاني، هلال بن أمية ومروة بن ربيع، أن يجتنبهم الناس ثلاثة في المدينة لا يكلمهم أحد لمدة 40 يوما، ثم بعد 40 يوم أمر كل واحد يعتزل زوجته لا ينام معها. كانت هذه أشق، لكن المولى تبارك وتعالى حين أتت هذه الحكم ثمرته نزل قوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا سلام يا سلام، في هذه الآيات عظة وعبرة، احنا يهمنا فيها جزء واحد وهو التوبة. التوبة التوبة، المولى تبارك وتعالى يقول لقد تاب الله على النبي والمهاجر والأنصار ثم أيضا تاب على الثلاثة الذين خلفوا اللي هم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية. إذن التوبة مش بشطرتك مش برغبتك، إنما التوبة إلى الله تبارك وتعالى، إذا أراد أن يتوب عليك دفعك إلى التوبة، إذا أرادك هو الذي يتوب عليك.
قبل أن تنطق بالتوبة. ودي حتى دقيقة شوية، دقيقة شوية. ليه؟ كل ما يحدث في هذا الكون إنما هو بإرادة الله تبارك وتعالى. والتوبة أمر خطير لا توكل إلى الإنسان، إنما الله تبارك وتعالى هو الذي يدفعك إلى التوبة، يلقي في قلبك الرغبة في التوبة، ثم أنت بناء على هذه الرغبة الملقاة في قلبك تنطق وتقول إيه، تبت إلى الله تبارك وتعالى. شوف الآية تكررت مرتين أهو، لقد تاب الله، وبعدين أيضا على مين؟ على السلاسل اللي يخلفه، حتى إذا ضاقت الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب، تكرر أهو، ثم تاب إيه؟ عليهم ليتوبوا. الحتة دي مهمة جدا، مهمة جدا. إذن أنا لن أتوب إلا إذا أراد الله تبارك وتعالى لي التوبة، ألقى في قلبي الرغبة في اللجوء إلى الله، ألقى في قلبي الرغبة في التقرب إلى الله، حينئذ أنا أنطق. فلذلك هذا الجزء عظيم من الإيمان، هذا الاعتقاد. فتاب عليهم ليتوب، واضح النص، واضح جدا، القرآن واضح جدا في هذه الآية، يتوب عليهم ليتوب. إن الله هو التواب، بصيغة المبالغة هو التواب الرحيم. ثم عقبها بإيه؟ بهذه الآية العظيمة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تقوى في القلب ينبع منها الايه؟ الصدق. الصدق ده مهم جدا في التقوى. ليه؟ لان ممكن الانسان يخرج من بيت للمسجد، من المسجد للبيت، من البيت للمسجد، من المسجد للبيت، لو سئل والله هنعمل ايه لانا موجود في مكان والناس ما كنتش انا اتي المسجد، ما يعتقدوش فيا، ما يسمعوش كلامي، ما كذا كذا كذا. إذن الصلاة التي تؤديها والدخول الناس والخروج منهم ليس لإيه؟ ليس خالصا، ما دام رأيت للناس ليس خالصا. عاوزين الصدق، أنك أنت تصلي خالصا بوجه الله، صلاتك خالصة، كلمتك خالصة، دعواتك خالصة، صدقتك خالصة، حسن التعامل مع الناس خالصا لوجه الله. عملية شقة ليست سهلة. الصدق، التقى مع الصدق، التقى صدق أمر ليس سهلا، ولكن نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى التقوى، إلى الإيه؟ إلى الصدق. أيضا الحديث التالي عن عمران بن حسين رضي الله عنه، أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبها من الزنا، فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقيمه علي، فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني، ففعل فأمر بها، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشد عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليه يا رسول الله وقد زنت؟ قال قد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل مدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ يا سلام، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ الرجل كان آية من آيات الله في القرآن الكريم، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما الإيه؟ البتة نكالا من الله.
لكن الله سبحانه وتعالى نسخ هذا اللفظ وأبقى حكمه. احنا عندنا إخواننا اللي هم دارسين في الشريعة وحتى في أصول الدين، النسخ قد يكون اللفظ ويبقى الحكم، وقد يكون النسخ للإيه؟ للحكم ويبقى الإيه؟ اللفظ، وقد ينسخ الحكم واللفظ معا. هذه علم عظيم عندنا، علم عظيم اسمه علم الإيه؟ الناسخ والمنسوخ، وفي مؤلفات عظيمة، مؤلفات عظيمة. ولذلك يشترط في الشخص الذي يتعرض للإفتاء أن يكون على علم ودراية بهذا الإيه؟ بهذا الفن اللي هو فن إيه؟ الناسخ والمنسوخ. ليه؟ حتى لا يأتي إلى آية منسوخة ويحاول أن يفتي بها أو يحكم بها. لازم يكون على دراية بأحكام الإيه؟ الناسخ والإيه؟ والمنسوخ في القرآن الكريم. شرط من شروط الاجتهاد، شرط من شروط الاجتهاد والفتوى أن يكون على دراية وعلم بإيه؟ بالناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم والسنة النبوية أيضا. هذه القضية من أخطر القضايا، من أخطر القضايا، قضية الزنا من أخطر القضايا. وهذه أنت من خلال الأحكام بتاعتها تعرف أنها أخطر حتى من القتل نفسه. ليه؟ القتل نفسه المولى تبارك وتعالى يكفي فيه شاهدان، لو شهد اثنان على أن فلان قتل فلانا يقتص منه به، لكن في الزنا لا يكفي شاهدان. لا يكفي شاهدان. الزنا عايزين كم واحد؟ 4 شهود. وإيه؟ يرون العملية تامة، فرجه في فرجها كالمرود في المكحلة. وكيف يتم هذا؟ وهذه أيضا من منح الله تبارك وتعالى لهذه الأمة. ولذلك منذ أن وجد الإسلام حتى الآن لم يثبت زنا بشهادة الإيه؟ الشهود. لم يثبت. وإن كان مسألة سهلة، كل الجماعة عايزين يعني يتخلصوا من واحدة، يتخلصوا من واحدة، يقوموا 2 3 من شاهدين. لكن بهذه الشروط تعذر، تعذر. اللي يريد أن يتطهر يقر بنفسه، يقول أنا فعلت كذا وكذا وكذا. ولذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام من رحمته كان يتأنى في موضوع الحكم. لما جاءت هذه المرأة، يا رسول الله أنا اقترفت جريمة الزنا، فأعرض عنها. قال لعلك كذا لعلك كذا. قالت لا، أنت ترددني كما رددت ماعزا، ده أنا في بطني جريمة موجودة أهو، الجريمة موجودة أهو في بطن جنين. طيب ما بقى إيه اللي بقى لها من الرحمة؟ أما تلد هذا الجنين، تعالى ولي وليها أحسن إليها، أحسن إليها، مش هتنكدوا عليها وأيامها البقية كمان تنكدوا عليها في البيت، أحسن إيه إليها. ثم جاءت بعد أن وضعت، قال لا ارجعي حتى ترضعيه لغاية ما تخلصي الرضاعة كمان. فجاءت وفي يده ولد كسرة من الخبز. خلاص، ايه ده؟ ايه الايمان ده؟ ايه الايمان ده؟ ايه قوة الايمان دي؟ مصممة، مصممة على التطهير. خلاص ترجم. النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عليها صلاة الجنازة مع الصحابة. سيدنا عمر، يا رسول الله تصلي عليها وقد أتت جريمة عظيمة، جريمة الزنا. استنكر النبي عليه الصلاة والسلام الموقف منين؟ من عمر. في أفضل من كده؟ في أفضل من أنها جادت بنفسها لله، جادت بنفسها لله
طيب احنا نعمل ايه؟ طيب لما تقع مننا هذه الجريمة النكراء، كأي مسلم تقع مني هذه الجريمة؟ والله عندنا احنا الأمر بالستر. اذا كنت تعرف انك انت تتوب توبة خالصة ولن تعود الى هذه الجريمة الاخرى، فتوب الى الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى قد يغفر هذا الذنب اذا كانت التوبة صادقة. توبة ايه؟ صادقة. بعد اذنك يا سيدي، هل الفاعل ما يقامش عليه الحد بالشهادة بتاعتها؟ هي لم تذكر الفاعل، لم تذكر الفاعل، كما ان ماعز لم يذكر الايه؟ المفعول بها. اذا الجريمة تطبق على مين؟ على المقر بس. وليس القاضي ان يتحرى من الفاعل؟ لا، هو القاضي غير مأمور بالتحري برضه. يا اخوانا الله يكرمكم، ليه انا سألت السؤال الاول، لماذا لم تثبت جريمة الزنا بالبينة اطلاقا منذ بداية حتى الان؟ لان انت عارف لما تحصل مثلا، تحصل هذه الجريمة في البلد، تبقى مجرد ايه؟ شوشرة، اشاعة، ثلاث اربع شهور تنتهي الناس تتناساها، لكن لو اقيم عليها الحد تبقى ايه؟ تاريخ للعيلة، مش للاسرة بس، تاريخ لايه؟ للعيلة والقبيلة. ولذلك حتى الان احنا من زي الحديث ما نقول ايه؟ ماعز الاسلمي. ماعز ايه؟ معناه ايه؟ قبيلة اسلم نفسها اهو بنذكرها احنا، قبيلة اسلم. وبعد المرة الغامدية، معناه نذكر قبيلة ايه؟ قبيلة غامدة اهو. على اي حال هذه الاحكام حضرتك لما انت تنظر اليها بعين الانصاف هتجد المولى تبارك وتعالى منحه على المسلمين منح عظيمه جدا، منح عظيمه جدا. كل حكم لما تدرس انت من جوانبه تجد فيه الالطاف والمنح من الله تبارك وتعالى. نعم نعم، غير معتبر شرعا. المعتبر شرعا هو الشهادة البينة، أربعة شهود يرون كذا في كذا. ولذلك شوف اللي حصل في عهد سيدنا عمر، يا سلام على سيدنا عمر، جماعة يروحوا سيدنا عمر أربعة، احنا شفناه يفعل فاحشة فلان وفلانة بكذا وكذا 100%، ثلاثة الأول. طيب الرابع قال والله أنا شفت رأيت رجلا فوق امرأة يصعدان ويهبطان لكن لم أرى أكثر من هذا. بس كذا لم تثبت الجريمة، نكسركم الجريمة نكسركم خلاص. الثلاثة دول يحد حد القاذف. الثلاثة دول يحد ايه؟ حد القذف، عشان في بعد كده اهو ما في واحد يتجرأ. الله اكبر الله اكبر. بعض وسائل التقنية الحديثة تصور هذه الواقعة الخبيثة تصويرا دقيقا جدا 100 مرة، حتى مهما كانت دقيقة، مهما كانت دقيقة لا قيمة لها، لا قيمة لها. إلا احنا مشكلتنا الآن نسيب قواعدنا، قواعدنا هي الأصل، قواعدنا كما قلت. أنا ليس المراد إثبات، لأن الإثبات ده هيترتب عليه إيه؟ مشاكل لا نهاية لها، من أولادها، أبوها، أمها، أسرتها، القبيلة بتاعتها. إيه مصلحتي أنا في إثارة هذا الجو الغابر كله؟ إيه اللي هيستفيد المسلمون من هذا؟ المراد الإسلام شدد في هذه الواقعة بالذات تشديدا عظيما، لأن لها آثار خطيرة على الأسرة، على القبيلة، على المجتمع. أي حاجة ممكن
لا يوم لا نقول نعم نعم. ولذلك عقب المولى تبارك وتعالى على هذه الشهادات بقوله جل شأنه إنه تواب حكيم. تواب إيه؟ يعني لعل وعسى صعوبة الإثبات ينتج عنها إيه؟ التوبة. التوبة وتتناسى الوقعة تتناسى تتناسى وتكون هذه والطرف الآخر عدوان نافعا في المجتمع مستقبلا. كم من مجرم تاب الله عليه وصار عدوان إيه؟ نافعا. بالنسبة في اجتماع الحدين في رجل أو امرأة، يعني على سبيل المثال الصورة مثلا أن امرأة كانت زنى بي فلان وفلان هذا قال لم أزن بها، فاجتمع فيها حدان، حد الزنا وحد القصف. أي نعم نعم. فما تجلد تجلد حد القصف أولا ثم تجلد ثم إيه ترجم. طب وإن كان الحد يقضي للموت إن كانت متزوجة مثلا نعم، يعني ألا يطبق أكثر حدا مثلا؟ لا لا لا، ينتظر زي بالطريقة اللي احنا عملتها المرأة الغامدية هذه حضرت، ينتظر بها حتى تلد ثم الولد يرضع، لكن كل الحدود تتداخل إلا حد القذف. لو وجد حدين ثلاثة أربعة كلهم تتداخل إلا حد الإيه؟ القذف لا يتداخل مع غيره، ما ارتكب جريمتين ثلاثة ممكن يتداخل إلا إيه؟ إلا حد القذف. حفاظا على ايه يا شيخ؟ حفاظا على ايه؟ على اعراض الناس. على اعراض الناس، لان كما قلت لكم هذه جريمه لا تبع يعني لا يعني اثرها ما تبقاش خاصه بالناس اللي ارتكبوها، اثرها شوف حتحصل الزوج والزوجه والاولاد والاسر والاحفاد، حتى ده ابن مين؟ ابن فلان الفلان الفلان الفلانيه. ابو سيدنا، لو البنت بان عليها اصغر الحمل هل يقام عليها حد الزنا برضه؟ لا، شوف كون يظهر لا اصغر الحمل المالكيه بس، لمن مالك هو الذي قال يعني اذا لم تقل لفلان اغتصبها او فلان اكرهها على هذا يقام عليه الحد، لكن بقيه الجمهور قال لا حتى لو ظهر عليها الايه الحمل. جمهور الفقهاء من الشافعية والحنفية والحنابلة قالوا لا، إلا المالكين هم شددوا في هذا الموضوع وقالوا يعني إن لم تثبت بأنها أكرهت أو اعتدي عليها أو يعني كانت هناك ظروف إكراه فإنه يقام عليها الحد. لا، انت فهمتني غلط. انا اقول المالكيه هم الذين قالوا اذا ظهرت امراه بها جنين المالكيه الامام مالك يقول تقام عليها الحد الا اذا ايه برأت نفسها به لانها اكرهت او اعتدي عليها، لكن الفقهاء الاخرون قالوا يعني كان اكراه او ليس اكراه هذه مجرد قرائن، هذه مجرد ايه قرائن، قد يكون الحمل من غير زنا. هتقول لي ازاي؟ في كان زمان الناس قبل ان يتقدم الطب لما واحده مثلا عاوزينها تحمل يقوموا ايه يجيبوا حته صوفه ويضعوا فيها المني بتاع مين؟ بتاع الراجل، ويلصقوه بمين؟ بفرج الايه الزوجه. بعد شويه المراه تحمل. ليه حضرتك؟ يعني سبحان الله العظيم، هذه النطفه الصغيره التي تنزل من بين المراه مشايخ على الاقل على الاقل فيها من 20 مليون حيوان منوي، 20 مليون الى 100 مليون واكثر كمان. واستمر على حياتي بعد. شوف النقطة الصغيرة دي من كم؟ من 20 مليون، اللي اقل من 20 مليون ده يعتبر ضعيف ما تحملش مراته. الى 100 مليون، شوف ال 100 مليون لما تحطهم في مكان زي كده اهو هيتسربوا، هيتسربوا يدخلوا ايه؟
الى داخل الايه، الى داخل الفرج، الى داخل الرحم، وتحمل المرأة من غير نكاح. نعم. لا لا طبعا، لا طبعا، لان الزنا هو ادخال الذكر في فرج المرأة، وهنا ما دخلش ولا حاجة. يا سلام يا سلام. طيب عندنا الحديث الأخير أو بيقول إيه، عن العباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولم يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. حديث متفق عليه. والحديث الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد يدخل الجنة. متفق عليه. نعم. يستشهد يعني هو يقاتل فيستشهد. طيب الحديث الأول فيه تحذير شديد للرغبة في جمع المال، رغبة في جمع المال. في رواية أخرى من هذا الحديث: لو أعطي ابن آدم وادي من ذهب لابتغى له ثانيا، والأعطي ثانيا لابتغى له ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا إيه؟ إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. معناه إيه؟ المال بيفتح الشهية بالمزيد، بغض النظر عن كون رجل صالح أو غير صالح، المال يفتح الشهية للإيه؟ للمزيد. قد يكون رجلا صالحا وشيخ كبير كمان برضو، ومع ذلك إذا ابتلي بحب المال يكون حريصا على إيه؟ على جمع المال، حريصا على جمع المال. كان لنا شيخ عليه رضوان الله رجل صالح، فبيقول لأحد أبنائه: طيب أنا ماذا أعمل؟ لو كان الباكو وصل إلى 97-96 جنيه، كان زمان الباكو بتاعت الجنيهات، الباكو أبو 100 جنيه ده، يوم يوصل فوق 900 يعني فوق 90، قاعد مشغول ويعني متوتر حتى يكمل 100 فأربطه بالأستك وأستريح. راجل صالح وشيخ ودرس لنا، درس لنا. لا يعني قصد من هذا يعني لا فرق فيه بين الناس الطيبين وغير الطيبين، الرغبة في جمع المال. ده كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام بيقول: لو أعطي ابن آدم بغض النظر يكون صالح وغير صالح، شيخ ولا غير شيخ، لو أعطي ابن آدم وادي من ذهب لابتغوا له إيه. ولذلك مثلا حضرتك إحنا بنروح الدول العربية، وكانت في هناك ظروف كانت أحسن، فالواحد يكرم هناك بمرتب عالي، كان أميته أنه عاوز إيه؟ شقة يسكنها وحتة عربي. لما السنة الأولى يبقى فيها مبلغ زيادة يقوم يشتري حتة أرض، بدل ما يشتري شقة يشتري إيه؟ حتة أرض ويحط فيها القواعد. والسنة الثانية دورك عمل إيه؟ الدور الأول، الدور السنة الثالثة عمل الدور. في النهاية طيب ده الأربع سنين ما كفاتش، إذا نستقيم أنا من وين؟ من عملي، ونستمر عشان إيه؟ نكمل العمارة. شوف شوف الكلام. لو أعطي ابن آدم واد من ذهب لابتغى له إيه؟ ثانيا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا إيه؟ إلا التراب. ولذلك إحنا يعني ينبغي لنا، المصطفى عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد القوتة. مصطفى عليه الصلاة والسلام، اللهم اجعل ايه؟ رزق آل محمد ايه؟
القوت، القوت يوم بيوم، القوت يوم بيوم، لأن هذه الحياة ليست هي الدائمة، دي وسيلة لما بعدها، وسيلة بعدها. السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: كان يمر علينا الهلال والهلالان والثلاثة، ولا يوقد في بيوت رسول الله نار، إن هما إلا الأسودان الماء والتمر. النبي وأزواجه التسعة عايشين على إيه؟ الماء والتمر، إيه؟ شهر واثنين وثلاثة لا يوقد عندهم نار، يعني ما فيش طبيخ، ما فيش طبيخ، مش طبيخ. والبيوت كانت إيه؟ عشش، بوس وبلطة بالطين. ولذلك بعض المشايخ يقول: يا ريت كانت هذه العشش الحجرات النبي استمرت بقيت، أدخلوها في المسجد، أدخلوها في المسجد، لكن لو بقيت كانت إيه؟ عزة عظيمة. تسع بيوت كلها عبارة عن إيه؟ عشش، عبارة عن بوس وبلطة متخارج بالإيه؟ بالطين، عشان ما حد يشوف اللي ياكل. السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول: رسول الله كان يصلي بالليل فأمد رجلي، فإذا سجد يغمزني بي عشان إيه؟ ألم رجلي عشان يسجد، يسجد، ما فيش مكان اللي إيه؟ إلا مكان رجلي دي، يغمزها عشان إيه؟ تقبض رجليها ليسجد، فإذا قام مدتهما عن من يسجد يغمزها عشان إيه؟ تقبض رجليها عشان يسجد. هذا هو بيت رسول الله، هذا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما الحديث الثاني: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر، يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم. الواقعة دي يا شيخ ليست غريبة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم تطبق عليهم هذا الحديث 100%. حضرتك لما انت تشوف عمرو بن العاص كم قتل من المسلمين، اول خالد بن الوليد كم قتل من المسلمين في غزوة احد، في غزوة بدر، لكن شوف المولى تبارك وتعالى حين اراد لهم الخير اسلموا وقاتلوا في سبيل الله، يدخلون الجنة إيه؟ من أوسع أبوابها. الناس اللي قتلهم دخلوا الجنة، وهو بعضهم إيه؟ سيدخل الجنة. فالمولى تبارك وتعالى يعني رحيم ورؤوف وحليم. لذلك ندعو الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا الجنة مع هؤلاء السابقين الأولين، وأن يبارك في هذا المكان الطيب المبارك الذي جعله الله حارسا لشريعة الإسلام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي على آله وصحبه وسلم. نبدأ الآن إذا كان حد عنده سؤال نسمعه ونفق إن شاء الله في الإجابة. نعم. السائل يقول: تنازعت ملائكة الرحمة وملائكة حتى ولو في أرض المعصية. لا، هو الأرض مجرد مكان للتوبة، الأرض مكان للتوبة فقط. الناس اللي فيها إذا كانوا يعبدون الله، الأرض نفسها تبكي لفراقهم. شوف الأرض التي يعبد فيها المولى تبارك وتعالى تبكي لفراق هؤلاء العابدين. القرآن يقول إيه؟ فما بكت عليهم السماء والأرض. من دول الذين لا يعبدون الله، كانوا يرتكبون فوقها المعاصي، تتأذى الأرض ممن يرتكب فوقها المعصية، تتأذى الأرض. المولى تبارك وتعالى يجعل فيها إحساس، إحساس تتأذى من المعصية التي ترتكب فوقها، تتأذى. ولذلك الناس الطيبين كل مكان أنت تسجد فيه يشهد لك يوم القيامة. ولذلك احنا مطالبين بإيه؟ أنك أنت تصلي هنا شوية وهنا شوية وهنا شوية وهنا شوية، حتى إيه؟ توسع مدى الأرض التي تشهد لك عند ربك أنك أنت سجدت عليها لله تبارك وتعالى.
الآية دي اللي تحفظوها. فما بكت عليهم إيه؟ الأرض التي كان يسعى عليها تبكي عليه، ومصعد عمله في السماء يبكي عليه، مصعد العمل، لأنه خلاص توقف العمل الطيب كله يصعد إلى في هذا المكان. نعم حبيب. السائل يقول: ماذا لو رأى أربعة من الرجال رجلا وامرأة يزنيان وتوافرت الشروط التي تقيم عليهما الحد، ثم بعد ذلك قالت المرأة إني مكرهة على فعل ذلك، هل يطبق عليها الحد؟ لا، هو إذا ثبت الإكراه فلا حد. إحنا أولا نقول لهم الأفضل لكم ألا تشهدوا عليها، لعلها تتوب، لعلها تتوب. ولذلك ورد في حديث ماعز الأسلمي الذي كان رجم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهزال، هزال الذي أتى به للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم قالوا اذهب إلى رسول الله يطهرك، فهو فاكر التطهير يعني يعني بالدعاء مثلا، اذهب إلى رسول يطهرك، فقال صلى الله عليه وسلم لهزال: لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. ها؟ لو سترته ايه؟ بثوبك لايه؟ لكان خيرا لك. المولى تبارك وتعالى يطلب منا الايه؟ الستر، والنبي عليه الصلاة والسلام يحضنا على الايه؟ على الستر. نعم. اما هي اذا صارت الاكراه لا يقام عليها الحد. نعم. سؤال سلفي: في حديث ابي هريرة ذكر صفة الله الضحك، ما رأي السلف والخلف فيه؟ وما موقفهم؟ هل يؤولون؟ لا، هو انت عارف هنا احنا كنا زمان درسناها في كتاب الشيخ الدردير عليه رضوان الله، كان له كتاب عظيم في التوحيد، كنا درسناه في سنة أولى ثانوي وسنة تانية، له كتاب عظيم حتى الآن نحفظ احنا بعض الأبيات بتاعته، الخريدة البهية. في هذا الكتاب عبارات تشوفها الآن احنا محتاجينها. وقال: وعالم بعلمه لم يعمل، يعذب قبل عباد وسنة. مشايخ خلوا بالكم. وعالم بعلمه لم يعمل يعذب ايه؟ قبل عباد الوسن. ده مصيبة العلماء، مصيبة كبيرة. صحيح مقامه عند الله كبير لمن عمل، العالم العامل مقامه عند الله كبير، لكن مشكلة مين؟ العالم الذي لم يعمل بإيه؟ بعلمه. انشغل بالمناصب، انشغل بكذا، انشغل بكذا، يعني الدنيا تشغلت بعض الناس. فهنا يقولون السؤال ذكر صفة نعم. فالشيخ قال لنا فيها رأيين. السلف يقولون أمروا هذه الألفاظ كما جاءت، أمروها كإيه؟ كما جاءت. والخلف يؤولونها. الإنسان يضحك لماذا يا شيخ؟ مش إذا كان راضي؟ فالضحك يفسر بإيه؟ بالرضا. فسر بإيه؟ بالرضا، بالرضا والمغفرة. المولى تبارك وتعالى إذا نسب إليه الضحك معناه أنه راضية، وسيغفر لمين؟ لهؤلاء الذين إيه؟ ضحك لهم يغفر لهم. يعني الرأيين هم موجودين. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نسأل فضيلتكم جزاكم الله خيرا وبارك لكم، ما هو القول الفصل في المعاملات مع البنوك الحكومية؟ البنوك احنا كنا تكلمنا فيها في مثل هذا الدرس من أسبوعين، وقلنا يعني للأسف لا يوجد في مصر بنك إسلامي 100%. لا، هناك بنوك ترفع راية الإسلام، أما البنوك التجارية التي لا ترفع راية الإسلام دي معروفة أنها تتعامل بالربا، هذه معروفة. أما البنوك الإسلامية يعني إذا قلنا منها مثلا بنك فيصل، بنك إسلامي وقواعد الإسلامية، ولكن يحتاج إلى جهد كبير عشان تنقى المعاملة بتاعته. فلذلك نقول هذه البنوك مما يؤسف له، معظم بنوكنا في مصر كلها تتعامل بالربا، معظم بنوكنا في مصر تتعامل بالربا. طبعا هم ضحكوا على الناس
باستبدال كلمة الربا بكلمة فائدة. كلمة ايه؟ فائدة. ليه؟ لأن كلمة الربا حين يسمعها المؤمن ينتفض. أنا أكل الربا، أنا أكل الربا، أنا أكل الربا. لكن تقول دي فايدة، دي فايدة، فايدة. كلمة خفيفة على القلب. كلمة خفيفة على القلب. وكمان لما أضاف لها فايدة متغيرة. فايدة مرة يديك 7% وسنة يديك 8% ومرة يديك 6%. فايدة متغيرة. لا، التعامل للأسف بعض الناس يعني أجاز هذا التعامل، يقول لك بالمضاربة. غلط، غلط. ليه؟ لأن المضاربة شرطها أن الشخص الذي يأخذ المال يضارب فيه، يعمل به مشروعات وهو غير ضامن لهذا المال. إذا خسر لا شيء عليه، إذا كلف المال لا شيء عليه، ده نظام المضاربة. لكن حضرتك تعطي مالك البنك والبنك ضامن لهذا المال، أول شرط يفسد الإيه؟ المضاربة. كل البنك إيه؟ ضامن لهذا المال. فلذلك نقول يعني ليس من مصلحة المسلمين تصحيح هذه المعاملات، هتظل إلى أبد الآبدين، وكل يوم تزيد، كل يوم تزيد المشكلة. لأن النهاردة اللي عايز ياخذ سيارة يروح البنك، البنك يطلب إيه؟ نسبة فايدة 100 6 100 7 100. اللي عايز حتى سماد للزرع بتاعه يروح لبنك القرية عشان يعمل إيه؟ نسبة فايدة 5% 6%. اللي عايز حتى شقة يسكنها أولاده وأولاده فقير يقول له روح البنك، شبك سوزان وشبك مش عارف مين ومين ومين، برضه ياخذ ايه؟ نسبة البنك يعطيك كذا عليه نسبة كذا في المية. ايه ده؟ طب فين الجهة التي تعطي بلا فائدة؟ نريد القرض الحسن، نريد الناس العوام، الناس الفقراء، القرض الايه؟ القرض الحسن. هذا ما ينبغي وما يجب ان تكونه الدولة من مين؟ للناس الفقراء، البنك القرض الايه؟ القرض الحسن. السائل يقول: هل ورد في صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي تسمى بالصلاة الإبراهيمية ضبط في العالمين؟ نعم، هذا الحديث وارد، وارد، وارد الحديث، لأن السيرة ورد بصيغة يعني متعددة وفيها هذا اللفظ موجود. نعم. ليه ذكر سيدنا إبراهيم عليه السلام في التحيات مع سيدنا محمد، ما ذكرش حد غير سيدنا إبراهيم؟ أيوه، لأن كل من جاء بعد إبراهيم فهو يمشي على الدين الحنيفي اللي بدأ من عهد ساعات سيدنا إيه؟ سيدنا إبراهيم. حنيفا مسلما، حنيفا إيه؟ مسلما. حنيف يعني إيه؟ يعني موحد. الملة الأخرى ظهرت فيها أنواع من الشرك، قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى إيه؟ المسيح ابن الله. لكن الدين، الدين الإبراهيمي والدين المحمدي على ملة إيه؟ واحدة. فلذلك مولى تبارك وتعالى يقول إيه؟ إن أولى الناس بإبراهيم منين؟ والذين اتبعوه وهذا النبي. الله. نعم. والله وليه. إذا اعترف الزاني بمن زنى معه فهل يقام الحد عليهما حتى وإن أنكر المفعول به، أم يقام الحد على المعترف بنفسه؟ لا لا، احنا قلنا هذا الكلام، قلنا الحد يقام على مين؟ على المعترف. أما الآخر لا يحتاج لأربعة شهود، وهيهات لو أنت وجدت الأربعة بالشروط التي وضعها الفقهاء والأئمة في القرآن الكريم. وهل يعاقب بحد القذف أم الرجفة؟ الحد يعاقب بالحدين، نعم، بحد القذف أولا ثم الإجادة ثم بالرجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوجد لدي رؤى أريد تفسيرا لها، لأنها
تراودني كثيرا، هل يوجد لدى فضيلتكم تفسير للرؤى؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقريبا عايز للأسف والله أنا يعني مش متخصص في موضوع الرؤى هذه. لو قذف قاذف شخصان هل يحد حدان أم حدا واحدا؟ لا، هو إذا قذف مرة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة قبل أن يقام عليه الحد كلهم إيه يتداخل في إيه في حد واحد، لكن إذا أقيم على الحد ثم قذف مرة أخرى يقام عليه الحد مرة إيه مرة أخرى. برضو سؤال حضرتك قلت قبل كده، هل تثبت شهادة الكاميرا الفوتوغرافية أو الفيديو في الزنا بالتصوير؟ مش عارف بقوله لا ينبغي ترك ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله، ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله رحمة للمؤمنين رحمة للمسلمين، فلاش احنا نضيق على انفسنا ونشدد كما قلت لكم ما جاء في كتاب الله فيها سعة وفي فرصة للتوه مستقبلا، لكن فيها فضيحة، فالإثبات لهذه الطرق ونشره في فضيحة، ليه نترك احنا ستر الله ونذهب الى الفضيحة والعار؟ الصور بتقطع مولانا، يعني ممكن اللي ممكن يخلي اي امرأة تقع في هذا الموقف بالتركيب يعني. كانوا يعملوها كده زمان جماعة المخابرات كانوا يعملوها زمان. ما حكم ارضاع الكبير؟ ارضاع الكبير هذه رخصة خاصة بواحد واحد وحداني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما غيره فلا. السلام عليكم يا سيدنا، ما حكم لعن الظالمين باسمه المعين؟ كيف يعني واحد بقى يقول مثلا لعن الله فلان؟ لا لا لا، يعني احنا شوف المولى تبارك وتعالى امرنا بالستر الا المجاهرين. ايه المجاهرين؟ الشخص الذي يفعل معصيه ثم يقول انا عملت كذا وكذا وكذا، انا رحت بيت فلان وعملت كذا، انا رحت مش عارف فين، انا رحت مدينه كذا وكذا، انا رحت جنوب افريقيا جنوب اسيا وعملت كذا وكذا. هذا العالميه خطيره، انت اذا ارتكبت جرما وستر الله عليك لما تفضح نفسك؟ لما تفضح نفسك؟ ولذلك مصطفى عليه الصلاه والسلام يقول كل امتي معافى الا مين؟ الا المجاهرين، الا المجاهرين. طيب ما يرجى، هل يرجى يعني مش كاتب الله، هل يرجى لقاتل المسلمين الهداية مثل بشار الأسد وكيف ندعو له؟ والله احنا كما قلت لكم يعني باب التوبة مفتوح الى يعني اما الى الغرغرة او الى ان تطلع الشمس من مغربها، لكن يعني لا نقفل باب التوبة امام احد، لا نقفل امام باب التوبة الى امام احد، لانكم نرجو الله سبحانه وتعالى ان يهديهم ويلين قلوبهم بإخوان من المسلمين. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، علمنا أن علماءنا في الفقه هم الأئمة الأربعة، فهل علماء هنا في العقيدة هم الأشاعرة والمتروديه أم يوجد غيرهم في العقيدة الإسلامية، مع العلم أن الأشعرية هم أهل السنة المحمدية وجزاكم الله خير؟ لا، هنا احنا باب حكاية العقيدة مش عايزين احنا يعني نعيد الكلام في الموضوع، باب العقيدة باب صعب، ويريد ان احنا نكتفي كما كان الامام يقول ايه امرها كما جاءت، امرها كما ايه جاءت، يعني الحاجات التي يصعب على قلوب العوام ان تستوعبها بلاش احنا ندخل فيها. يعني لما جاء رجل الى سيدنا مالك قال يا ابا عبد الله الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، انا عاوز تبين لي كيف استوى على العرش. الإمام مالك يعني ظل وقتا حتى العرق تسبب منه ويفكر في حل هذا اللغز لانه الطلاب موجودين، فقال يا هذا الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، والكيف منه مجهول، وما أراك إلا صاحب بدعة.
أخرجوه من المسجد. ما الاستواء؟ الاستواء معنى الجلوس، لكن هل نقول هذا بالنسبة لله تبارك وتعالى إنه جلس على الكرسي؟ ها؟ لا، لكن نقول كما الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يا هذا الاستواء معلوم، والكيف منه إيه؟ مجهول، ولا أراك إلا إيه؟ إلا صاحب بدعة، أخرجوه من المسجد. آه. السائل يقول: كنت أشتري كتب ليست النسخ الأصلية، ماذا أفعل بها؟ وأنا أحتاج العلم الذي بها ودفعت فيها أموالي، وما هو تفسير آية قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله؟ لا، هو بالنسبة للكتب، كتب الأقدمين هي قلع مباح نشتريها، لكن الكتب الناسب الذين على قيد الحياة إذا أزلوا لنا في نسخها أو تصويرها مرحب، لم يأزلوا لنا، لا ينبغي لنا أن يعني إلا إذا هم تبرعوا بها، يعني وضعها على الكمبيوتر رضي الله أو الانتبه من حتى الواحد أن ينسخ، نعم، لكن إذا يسمحوا لنا لا يجوز لنا أن ننسخها أو نصورها. حقوق طبع تبقى محفوظه للنص. ايوه نعم حبيبي، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. الملفات البي دي اف اللي بتنزل على النت وفي الاخر تلاقي حقوق الطبع محفوظه على الكتاب المتصور اصلا وهو نازل من المطبعه. لا يبدو، هو بنظر عشان يعني جت الصوره عليه بس، لكن نقول هذا مش حقوق التاليف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.